مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم رجعنا لكم بشرح جديد لهذا الموقع اسمه Tron20.cloud. عند التسجيل يعطيك 8000 TRX في الاكونت توتال بالانس كما ترون من هنا. اذا هذه الواجهة الرئيسية. اولا نذهب الى طريقة التسجيل، تضغطون على الرابط اسفل الفيديو هنا ساين اب، هنا تدخلون اللوجينج اكونت هنا، وهنا اللوجينج باسورد، وهنا السكيورتي كود، هنا الانفيتيشن كود ايضا تتركونه كما هو، وهنا الفيريفيكيشن كود تدخلون هذه الكاباتشا هنا، وبعدها تضغطون على ساين اب. اذا هذه الواجهه الرئيسيه، هنا لديكم بعض المعلومات، هنا الريشارج للايداع، وهنا withdrawal للسحب، وهنا الشير يمكنكم الترويج لرابط الرحالة الخاص بكم، وهنا التيم يظهر لكم جميع الرحالات الخاصه بكم، ليفل الاول، ليفل الثاني، ليفل الثالث، وهنا ايضا الاب يمكنكم تحميل التطبيق الخاص بهم. هنا الوالت اكاونت وهي بمثابة بيزك اكاونت يمكنكم الربح فيها بشكل يومي. هنا البروموت اكاونت يأتي عليه ربح لحالات ويمكن سحبه بشكل مباشر. هنا يقول لك جوينت بيترون مليونير ويوز جولد مايننج وديفاي تكنولوجي، يمكنكم الضغط على سي دي تي ارز لرؤية المزيد من المعلومات. هنا لديكم ايضا البلاتفورم داتا ديسبلاي، هنا الانكم، وهنا الاكيميليتد ممبر، هنا اباوت اس من هنا يمكنكم رؤية هنا والديفاي تكنولوجي الى غير ذلك. هنا الجلوبال بارتنرز كما ترون، طبعا لا لسنا متأكدين من اي شيء من هذا، فقط نشرح الموقع. هنا لديكم الباينانس الى غير ذلك تجدونه من هنا، وهنا ايضا لديكم التريد 6% كولد مايننج از وركينج، وهنا الترانزاكشن بروفيت تظهر لكم من هنا. هنا هذا الفيديو ايضا يمكنكم رؤيته من هنا. اذا نذهب اولا الى طريقة التسجيل، يمكنكم الضغط هنا على ريشارج، سيعطوكم محفظة، تضغطون على كوبي من هنا، ثم بعد ريكماس تضغطون على ريشارج كومبليتد. نذهب الى المحفظة الخاصة بنا، سنقوم بادخال هنا المحفظة، ولا ندخل المبلغ، سنقوم باستثمار 30 TRX كما ترون 30 TRX، نضغط على withdrawal. إذا سنكمل السحب ونرجع إليكم. إذا كما ترون تم السحب بنجاح، نضغط الآن على completed، نرجع للموقع ونضغط هنا على recharge completed. والآن قمنا بالسحب، سننتظر حتى يصلنا هنا في الحساب الخاص بنا. إذا سنرجع هنا، يمكننا الذهاب هنا إلى الأنونسمنت، هنا هاو تو ريشارج اند withdrawal، يمكنكم من هنا رؤية جميع المعلومات. هنا في البيزك اكونت كما ترون يعطيكم الويذراول، يمكنكم الاكتيفيت للاكونت، يمكنكم عمل ديبوزيت اقل شيء 5 TRX، وتحصلون على 5 حتى 15% في الديلي انكم، اقل شيء للسحب 0.1. البروموشن اكونت يمكن سحبه مباشرة، البيزك اكونت والبروموشن اكونت يمكن السحب فيه مرة واحدة في اليوم كما يقولون. هنا كيف يمكن الايداع، يمكنكم شراء TRX والويذراول TRX من الوغاليت الخاصة بكم، يمكنكم عمل كوبي للأدرس من هنا. هذه طرق الشراء، يمكنكم استعمال تراست والليت او باينانس او هذه الاشياء من هنا، مثلا تختارون هنا باينانس وتذهبون الى التريد كما ترون، وبعدها هنا يمكنكم اختيار TRX، ويمكنكم بعدها شراء العملة من هنا ايضا، شراء عملة TRX وبعدها سحبها. نرجع للموقع، هنا الفيكسد انفستمنت بلان كما يقولون، هنا عندهم بعض الخطط 3 ايام، 15 يوم، 30 يوم، اشرحها بعد قليل ايضا. وهنا التليجرام الخاص بهم، يمكنكم التواصل معهم من هنا، وهنا ايضا الواتساب كاستمر سيرفيس يمكنكم رؤيته من هنا، وهنا التليجرام شانل يمكنكم ايضا الانضمام اليها، هذه التليجرام شانل الخاصة بهم. وهنا انتروديكس يمكنكم ايضا رؤية بعض المعلومات عن الموقع، اكثر من 3 مليون مايننج بروجكشن والكاباسيتي والكامباني والديلي 6% مايننج و 15% تصل حتى 15%. هنا كما قلنا لكم الاوفيسيال تيليجرام يمكنكم التواصل معهم،
وهنا الشانال كما قلنا لكم، وهنا الوايت بيبر الخاصة بهم يمكنكم تفقدها من هنا، تجدون هنا جميع المعلومات الخاصة بهم والإستوري إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هنا الترمينولوجي الأدريس إلى غير ذلك، تجدون جميع المعلومات هنا في هذه الوايت بيبر. هنا أيضا بلاتفورم أوفر ثلاث طرق للربح، هنا البيزك أكاونت 1 جار إكس على الأقل، هنا الانفست 1 حتى 200 ألف تسحبون 5% يوميا، وهنا 7%، 8 9 وتصل حتى 15% لأكثر من 1 مليون جار إكس كما يقولون هنا. الطريقة الثانية وهي طريقة تشيم كوميشن، ليفل الأول 10%، الليفل الثاني أيضا هنا الليفل الثاني 5%، والليفل الثالث 2%. يمكن سحبه بشكل مباشر، هنا ايضا يمكنكم سحبه كما قلنا لكم. هنا الانفستمنت كما يقولون وهي عبارة عن بلان، هنا جوين تي ار اكس بلاتفورم، هنا طريقة الربح الى غير ذلك. فن اذا هنا يقول لك جو تو ان بروموشن اكونت، يمكنكم ترويج في الفيسبوك وتويتر والانستغرام واليوتيوب الى غير ذلك، والربح حتى 10%، هنا خطط لحالات إلى غير ذلك. إذا عسر انتظر حتى يصلونها، كما ترون وصل الإيداع بنجاح. TRX Deposit Quantity أصبحت لدينا 30 TRX، وإذا رجعنا هنا الأكونت بالانس أصبح لدينا 8030. الآن أصبح بإمكاننا السحب، يمكننا النطاط هنا على withdrawal. كما ترون الديلي withdrawal limit هو 1.5 TRX، نقوم بإدخالها هكذا، وهنا سندخل الأدريس الخاصة بنا. وبعد أن نضغط على confirm فترى قمنا بالسحب بنجاح. إذا رجعنا هنا التوتال بالانس سننتظر حتى تصلنا. إذا هنا لديكم الشير، يمكنكم عمل invite your contacts or friends and earn reward، يمكنكم ترويج لرابط الحالة recommended and earn reward share your referral link and start earning. إذا هنا أيضا لديكم الانفستمنت بلان، هنا TRX كل خطة لديها سايكل محدد، إذا ضغطتم عليها تجدون جميع المعلومات الخاصة بها من starting amount والماكس انفستمنت amount. تدخلون هنا المبلغ، هنا security code، وتضغطون على confirm. إذا كما قلنا لكم هنا أيضا للترويج إلى غير ذلك. إذا سننتظر حتى يصلنا الدفع لكي نريكم إثبات السحب. إذا كما ترونها قد وصل الإيداع بنجاح. Deposit quantity وصلتنا بنجاح، كما ترون هنا completed وهنا تاريخ، وصلتنا بنجاح.